السلام عليكم ورحمة الله، صباح الخير. دائما نحيي الأحرار والحرائر، زلال مقجاوج عيشورة يدوروا خلفها حتى المزبل التاريخ مقرهم الدائم. إذا دائما منذ أزيد من 4 سنوات ونصف نحن نجسد الحضور اليومي ديان بدون انقطاع بدون توقف. في آخر المطاف تنشوف شي وجاه وشي كمامر يلا كيطاحوا وصبت بهم الشتاء، لكن للأسف الشديد ما تعرفوا الواو من عصات الطبال أمكفية عليهم القفة كبا هرقا فهم لا يقشعون. إذن إخواتي وأخواتي، ونحن متوجهون الآن إلى المقر الدائم. للأمانة بالأمس انتهى كل شيء، انتهى كل شيء. للأسف الشديد تتبادلوا عليكم الأدوار، وهذوك اللي تتبادلوا وعند روسهم فاهمين ما فاهمين حتى شي وزع، حتى وزع ما فاهمينها نهائيا. من بعد غادي نفسر لكم هذا الشيء اللي كاين، وكنت نقول لكم ليس كل ما يلمع ذهبا، فالمسألة كونترولابل ديال الو الو تنسيقيات الو 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 تيخرجوا الو الو تيدخلوا. اذا تيتبادلوا عليكم الادوار، تيمشي بوراس تيجي ود الحفيان، الدنيا هانيه. تيقول لكم غسمعوا سمعوا وسمعوا وحكموا بروسكم، ديري لكم التنويم المغناطيسي. من يجي وهبي حنا تنلتقطوا الاشارات، من قال لك كاينه 40,000 كاينه غير 40,000، هذوك باقين جايين بميكتهم مثل العجين يتم تشكيله بكل سلاسه وبكل سهوله، وتشكلهم كما بغيتي. خاص غا تخرج شي وحدين يكون عندهم فن الخطابه وفن التاثير وكون هاني. وحنا راه شفناهم يتبادلون الادوار حتى كل واحد شاد الدور ديالو، حتى اللي كانوا بالامس دايرين قنوات زمعاكين تيقول لك استقلاليه ما استقلاليه، ولا ابواق ابواق، كل واحد لاش تابع، كل واحد لاش تابع. لي بورت بارول ولاو دي بورت بارول، والاغلبيه كلهم ان لم نقل الجميع كلهم عندهم انتماءات وتيمشوا وفق مسار بيان تراسي، للاسف الشديد متراسين ليها. ومين تيمشي ود الحفيان تيجي ود العريان. اذا بالامس انتهى كل شيء، انتهى كل شيء. وعرفنا احنا القجع جاء الجدار جاء عطاهم غير الانطلاقه، اش يديروا واش يخدموا، ودار خلفها لانه عيان. فعلا اللجنه كانت منعقده، حنا غير بالاشارات وبي اللي ما يعرفوش يقراوها كوب هرقن، حنا نقراو غير الاشارات الرموز وتنفكوها، تنديروا التفكيك ديال الرموز يا ولد عم. اما قجاوج عيشوره فيستحيل، لانه ما خابرينش ما مجمعينش وما مكونينش. كاين اللي كان غير آمن القسمي إلى البيت، من البيت إلى القسمي، الآن ولاو تيخرجوا تيسحبوا راسهم زعما كاين راه كاينه شي حاجة، راه ما كاين والو ولد عمي، كاين والو. كيت اللي جات فيه وكيت اللي قطعوا ليه، كيت اللي قطعوا ليه.
فنحيي احنا الناس اللي ما داروش الاضراب وما قطعوش ليهم، ما مشاوش في الرجلين، لان في اخر المطاف كل شيء غادي يستافد. داكشي اللي غيجرى على اللي مضرب غيجرى على اللي غير مضرب، لان من تنشوف تبادل الادوار وفق اجندات اللي جالسين تيقادوا في داكشي واللي مقادينو شي دير رجل على رجل، وقال لك تشميس احسن من تخميسة، وبارك تيضرب لك اللوزي والقرقاي والكيسان ديال اتاي، وواحدين اخرين تيضربوا لك الفوستير وما جاورهما من بافاريا ومن شنابش، والهم لك حل. الاخرين باركين يخططون ينفذوا لهم الاجندات ديالهم. اذا بالامس بحال هذوك ديك الموجه ديك الموضه ديال هذاك عطيرات يخرجوا تيديروا، ولا تيقول لك حتى هو وحنا هذاك الشيء اللي عارفين ابواق، هذاك الشيء اللي تعطوه لكم تقومون بتمريره. حنا اللي كنا تنديروا التمرير ديال المفاهيم، ودرناها وتعلمناها في الثمانينات وفي التسعينات، باقيين نتوما ما تتعرفوش تجلسوا. جلسنا وخابرنا وسير سول على في قلميم اليبوك ولحد الان وطيل السلام شكون اللي كان تيجلس فيه، وكلوب ميد في العيون، بارادور، انيكجير، باش تعرف راسك معامن خابرين وغبي بمجرد نسمع غن نبرة ديال الصوت ديال بنادم تنعرف الانتماءات ديالو، الشعارات اللي تيهز تنعرفو وفاش تفكر اصلا. اذا من هنا غادي نلخصو لكم هاد المسائل بكل عجالة قبل ما نمشيو للماء. اذا بالامس انتهى كل شيء وما غنقولش لكم اش كاين. هادوك يخرجوا هادوك الدكاتره ولا هادوك الهم لك حل يقولوا لكم اش كاين، ما فاهمين توزع، جايين بالميكا ديالهم ما عارفينش اش كاين، كل شيء هادو شحال بقاش قلل اللي الله يبانو ما عارفينش اش كاين. المهم بالامس باق القجاع جاي عيان، مشى دار عطى الكلمه في مجلس المستشارين، ما غتجيش غتقول لي راه جا جلس معاهم وسمع ليهم، جا لقاهم مجموعين مع اللجنه ديال المانيه ومع الكاتب العام ديال الوزاره السحيمي. السحيمي علاش جا؟ زعما كاين هذاك قال لك راه عنده وتيقولوا ليه تدير وتي تريك تباني كنعان. السحيمي علاش جا؟ انا قلنا لكم في الفيديوهات السابقه وفي مباشر اش قلنا لكم؟ قلنا لكم راه داروا غير الميز اجور. باك السحيمي في الموارد البشريه داروا ليه الميز اجور ديال الملفات اللي كانت اصلا بروغراميا في 27 يناير 2022، داروا ليه الميز اجور وجاب الملفات تحت طابقه، ملفي تحت طابقي ما يسمح حد عياطي. اذا جاب معاه الملفات اللي هما متفقين عليها اصلا ومفصول فيها، اللجنه اللي تتمثل الماليه يعني القجع اعداد الميزانيات، وكاينين هادوك النقابات الاربعه للإشارة اللي قال لك راه بتنسيق وبتوافق، وبعد ما استقبلوا الممثلين ديال هذوك الملفات راهم خداو منهم هذوك الموافقة. إذا هذا الشيء اللي غينزل راه بتنسيق وبتوافق مع الممثلين ديال هاد الملفات اللي غادي يغيزوهم، اللي غادي يغيزوهم. إذا من جا السي القجع قال لي ما ودي ما تعرفوا راني عيان وكنت في البرلمان وخاصني نمشي نرتاح شي شويه، اذا اش غادي ديروا؟ هاش غادي ديروا؟ واش غادي ديروا؟ واش غادي دير؟ اعطاهم
البلاينين اللي غيخدموا عليه، عطاهم البلاينين اللي غيخدموا عليه وقال لهم نشوفكم ان شاء الله نهار الجمعه من يتكملوا وتكملوا تكملوهم لين. من هنا من هنا ومن هناك، هذا الدكتور علاش انا شفت واحد البلاغ اللي خرج اخباري ديال الحاج علاكوش، الحاج علاكوش ديال الجامعه الحره جي دي ام، هذاك تيقول ولكن واخا يكون شي حاجه دايزه بالمرموز ولكن تيقول لي كاين وفق البلاغ اللي قريناه ديالو عرفنا اش كاين غير بالقراءه وبدي الشفراج اللي ما يعطروش ليه وما يعرفوش لانهم خابرينش وما خابزيناش خابريناش وما عارفين حتى شي نمي بلا ما نقولوا شي حاجه اخرى. اذا قال لي كاينين ثلاثه الجوالات، ثلاثه ديال الجوالات، لان انا كدرت واحد مباشر واحد ذاك، لان حسب اللي شفنا كنا درنا الان من شتا ذاك البلا نقول لكم اللي كاين، فهمنا اش كاين اصلا انتهى الكلام. قال لك اودي كاينين ثلاثه ديال الجوالات، ثلاثه ديال الجوالات، اذا خاصك تعرف شنو هي الجوالات. قول لي هذاك الدكتور يقول ليهم اشنا هما الجوالات، شنو يعني الجوالات؟ علاش قال الجوالات وما قالوش الحوارات ولا اللقاءات ولا الخرزيات؟ علاش ما قالوهاش؟ إليا طغوا توغني، طغوا تورني، عرفتي التورني؟ وسير سول صاحبك تورني. كاينين تروا توغني اللي هو من عطاهم الافتتاحيه وقال لهم اش غادي يديروا ودار 120 وزاد خلفه، بقات هذيك اللجنه ديال القجع مع هذوك النقابات وسلموا هذوك الملفات من عند سي السحيمي وبقاو خدامين خدموا في هذوك الملفات، لان السحيمي ماشي جا هكاك، كاينين ملفات فئويه وكاينين ملف المطلبي مشترك ديالو. الوزارة فعلا خاصها تشوف اش غادي تسبق واللي غادي اللي ما غادي تسبقش. اذا بداو في ضربوا التورني الاول البارح، ضربوا التورني الاول حيدوه، اليوم غيضربوا التورني الثاني، وغدا يضربوا التورني الثالث. من غيكملوا التورنيات بثلاثه داكشي اللي بقى ولدي في القرعه غيقسموه على امو الشعور، اللي بقى في القرعه غيقسموه على امو الشعور. اذا هنا ثلاثه لي تورني يا المعلم، يعني راه مقسمين على ثلاثه ديال السنوات 24 25 26 بالامس، الملفات اللي غيدوزوا في 24 25 اليوم 26 غدا، بعد ما يضربوا ثلاثه التورنيات داكشي اللي شاط في القرعه غيقسموه كزياده مباشره قال لك في الاجور على ما يفوق العدد اللي كاين شي 100,000 ولا شنو هي الاكثر اللي غيفرقوا داكشي اللي بقى داكشي اللي بقى وكله وشحال غادي يجي تويرني صغير ولا شي لعيبه بحال هكا. اذا غادي يقسموا لكم بداكشي اللي غادي يشيط من الكلفه الماليه، راه غادي يشيطوا لكم غيعطوا لكم. للاسف الشديد كان شار السي بوهم قال لك بدا بضحايا النظامين وقال السابع والثامن زقلوف في زقلوف في زقلوف، فما كاين الا البيضايا ولد عمي. بالنسبه لضحايا النظامين كاين لا دات دو نيسونس وكاين لا دات اليميتاج
ولا ما صدقتيني سول الحاج ولا دور مع الفيراج دور 120.